السلام عليكم. جاهزين المناقشة؟ إن شاء الله أنا هفضل في المناقشة المتاحة ونكون جاهزين لها لأن هي بتمسكم جدا. المناقشة التوجيهية النهارده هي رقم 9 بعنوان لنحسن خطواتنا أثناء الكتابة. الهدف من المناقشة إن إحنا نحسن خطنا، كل واحد فينا يحسن الخط بتاعه. المهارات اللي سهلة في النهارده هتكون أول مهارة هي حل المشكلات، وفي نهاية المناقشة إن شاء الله كل واحد فيكم يكون قادر على اتخاذ قرار، والقرار زي ما احنا متعودين بيكون قرار فردي خاص وكل واحد فيه. زي ما احنا متعودين في المناقشات التوجيهية هي عبارة عن أربع خطوات. متذكرين الأربع خطوات؟ أول خطوة هي استوعب. بنعمل إيه في استوعب؟ بنستوعب المشكلة بتاعتنا. طيب ثاني خطوة؟ أبحث. بنعمل إيه في أبحاث؟ بنبحث الحلول أو بنبحث الفايدة اللي تعود علينا لو احنا التزمنا بالموضوع. ثالث خطوة معناها وهي بنعمل ايه في بندور على حلول للمشكلة بتاعتنا او ازاي احنا نقدر نعالجها، واخر حاجة وهي مقرر. بنعمل ايه في مقرر؟ مقرر قرار فردي. جميل جدا. النهارده الموضوع بيلمس ان شاء الله كل واحد فينا، وفي شواهد هتدل على كده. اول خطوة معانا في مرحلة مستوعب فيها ثلاث حاجات. عشان الوقت بتاعنا قبل ما ابتدي، احنا الوقت بتاعنا في الايام العاديه 45 دقيقه، لكن في رمضان بقت نص ساعه. اذا الوقت بتاعنا بقى اقل، لازم ندير الوقت بتاعنا كويس جدا. احنا في مرحله استوعاب هي اهم المراحل اللي موجوده في المناقشات التوجيهيه، علشان كل واحد فينا يشعر بالمشكله بشكل فردي. عندنا ثلاث حاجات. الحاجه الاولى هنعمل فيها ملاحظه، ثاني حاجه هنعمل استبيان احنا طبقناه معاكم، ثالث حاجه استفسار مع المعلمين. في البدايه خالص هعرض عليكم نقطه الهدف الفردي. زي ما احنا متعودين خط الهدف الفردي بتاعتنا بتكون ان شاء الله جميله وهتعجبكم، وهعرضها عليكم في المرحله الاخيره. بس ليه انا بعرض هنا بطاقه الهدف الفردي في اول خطوه؟ اتفضل يا عبد الرحمن. عشان ان احنا واحنا بنقول في اكد القرارات بتاعتنا ان احنا نفضل محددين وعارفين، عشان لما نيجي نكتب نبقى عارفين احنا هنكتب. جميل جدا يا عبد الرحمن، راي يا عبد الرحمن. الفكره في العرض هنا ان احنا من اول الجلسه نبقى عارفين ان الهدف في الاخر ان احنا لازم نحدد هدف هدف فردي. ونهزقها هنا في اقرب. تاني اول حاجه في استوعب هنعمل حاجه جميله جدا، كل واحد معاه في الديسك بتاعه كراسه او كتاب، ممكن نطلع ونلاحظ الكتابات بتاعتنا لمده دقيقه. يلا بسرعه. اي حد معاه كتاب او اي كراسه او اي ماده يطلع ويلاحظ الخطوط بتاعته. معاك الدقيق. تمام. ممكن عشان انتظرت الوقت شويه لاحظتوا بقى من خلال كتاباتكم. اتفضل يا عبد الرحمن. لان من خلال كتاباتنا او يعني كتابتي انا ان انا في مثلا في حروف مثلا بكتبها عشان ما استعجل، ما بتتكتبش تبقى مفهومه، بتبقى بتتكتب اللي هي مش باينه، ما بعرفش اقراها لما اجي اكتب. يعني انا ممكن بكتب من هنا المدرس بتاعي بيقول لي اقرا، فالحاجة اللي انا بقراها دي ما ببقاش فاهمها. يعني جميل جدا يا عبد الرحمن، ملاحظة رائعة. المدرس ما بيبقى صعب ان هو يصححها. جميل جدا يا عبد الرحمن. انا عجبني كمان حاجة في عبد الرحمن، هو بيقول اتكلم على ايه؟ على نفسه. جميل جدا يا عبد الرحمن. اتفضل يا معاذ. اللي انا لاحظته في دراستي ان انا عايز احسنه، بحسن ان انا مش عارف اكتب كويس، فبحاول ان انا احسنه. يعني مش بتحط هدف قدامك وانت بتحسن، بحسب الحالة المزاجية بتاعتك. جميل جدا يا معاذ. مين تاني؟ اتفضل يا يوسف. ده سبب الاستعجال. جميل جدا يا يوسف. اتفضل يا تيم. انا ساعات بيبقى خطي يا اما كبير قوي يا اما صغير قوي يا اما وسط، فما يعني مش معتدل في كل الاحوال. حد عنده تاني ملاحظه؟ اتفضل يا عمر. مثلا لما المعلم يدينا وقت كبير قوي القسم بختار
هستعجل اضطر ان انا اكتب بسرعه. جميل، فده يأثر على الخط بتاعك. جميل جدا يا عم. طيب عشان الوقت بتاعك استاذنك، احنا عملنا مع بعض استبيان. الاستبيان كان مهم جدا في اربع اسئله رئيسيه، هعرض عليكم النتائج بتاعتها. ده نتيجه الاستبيان بتاعتنا. انا طبقتها لكم بالرسم ده، هوضح الرسم الاول. اللون ده نعم اللي هو الازرق الفاتح، نعم. اللون الفضي هو لا. طيب دي معناها ايه الاكتر، لا ولا نعم؟ لا. لا. هنا الاكتر ايه؟ نعم. نعم. هنا الاكتر؟ نعم. هنا الاكتر؟ لا. عشان بس نبقى مدركين ومميزين ايه الاجابات بتاعتهم. السؤال الاول هعرض عليكم الاربع اسئله اللي انا سالتها لك. هل انت راض عن خطك؟ ده سؤال انا مش لسه ما سالتش عنه ملاحظات. السؤال الثاني، هل ترغب في تحسين خطك؟ نعم. السؤال الثالث، هل تواجه بعض الصعوبات اثناء الكتابه؟ السؤال الرابع، هل تجعل تحسين خطك هدفا اثناء الكتابه؟ يعني وانت بتكتب بيبقى هدفك ان انت تحسن خطك ولا لا؟ ملاحظين ايه من النتيجه دي؟ عايز اللي ما شاركش اتفضل يا امين. على صوتك ممكن بعد اذنك؟ في ايه بالظبط؟ في ايه؟ في ناس كتيرة بتقول لا، ان انا مش بجعل تحسين الخط بتاع هدف اثناء الكتاب. حد تاني لاحظ حاجة؟ اتفضل يا رب. ان احنا كان في سؤال، هل انت راضي عن خطك؟ كلنا مش راضيين، اغلبيتنا مش راضيين عن اغلبيتك. جميل جدا المصطلح ده، اغلبيتنا مش راضيين عن الخط بتاعنا. حلو قوي، اتفضل يا همسة. ان برضه اغلبيتنا احنا عايزين نحسن خطنا، بس في نفس الوقت احنا يعني مش راضيين على خطنا وعايزين. حلو قوي الربط ده، ده الربط بين السؤالين. جميل جدا يا همسه. قالت رغم ان احنا مش راضيين على خطنا، لكن احنا عندنا كلنا نتمنى ان احنا ايه؟ نحسن خطنا. جميل جدا، اتفضل يا يوسف. ما بنسعاش ان احنا نحسن خطوطنا. احنا مش بنسعى ان احنا نحسن خطوطنا. جميل جدا يا يوسف. مين تاني عايز يشارك؟ اتفضل يا هنا. نعلي صوتنا بعد اذنك. جميل جدا، في صعوبات بتواجهنا اثناء الكتابه. جميل جدا يا هنا، اتفضل يا كريم. لكن انت راضي عن خطتك؟ في ناس بيغبي شويه، ناس بيقولوا نعم. جميل جدا. عايز اوضحك حاجه، عايز اوضحك حاجه، كلامك وملاحظاتك جميله جدا، لكن انا بقول لك انت، هل انت راضي عن خطتك؟ كتير تقول لا، يعني المعظم مش راضي عن ايه؟ خطر. عن خطه. جميل؟ طيب. وناس في بتقول نعم. جميل جدا يا كريم. ناس كان في بيركب معاه الوقت، وناس مش عاوزين نحسن خطوطنا. جميل جدا يا كريم، شكرا. عشان الوقت بتاعنا بعد اذنكم، اخر حاجه معانا وهي الاستقصاء. الاستقصاء ده انا سبته اخر حاجه لان هو عائد على المعلمين شويه. كان مهم جدا اشوف المعلمين. احنا في اجتماعات المعلمين هنا في المدرسه اتكلمنا مع بعض على المشاكل اللي بتواجهكم، فانا اتكلمت معاهم فوجدنا المشكله دي، ومن هنا انطلقت الموضوع بتاع المناقشات التوجيهيه بتاعتنا. ممكن نبص مع بعض على بس نرجع نبص بعد اذنك، نبص على الشاشه ونشوف النتيجة بتاعتها. بصوا معايا، ده الاستقصاء اللي انا طبقته مع المعلمين، وهنا اتفرغت في الاستمارة دي. عايز أكد على حاجة، أول حاجة أسماء الطلاب دون ترتيب، يعني محدش يقول لي أنا اسم أول اسم في القايمة فدي الدرجة بتاعتي، لا. أنا كاتب الأسماء عشوائيًا علشان محدش يعرف الدرجة بتاعتي. أنا بأكد على الموضوع ده. أنا جبت المعلمين اللغة العربية ومعلمين الدراسات والإنجليش والماس والساينس والإكس تي، وسألتهم على تقييمهم للخط بتاعهم من خلال الكتابات والكراسات وكل حاجة. ودي كانت المؤشر من 1 إلى 10، 1 أقل درجة و10 أعلى درجة. ركزوا جدا في الأرقام بتاعت كل واحد مثلا. طبعا مش كل واحد عارف هو مين، لا أنا عايزك تشوف المؤشر ما بين المادة الواحدة. أهل صاير بينها. ركزوا كده لمدة ثواني، ركزوا الأول. ممكن توصلوا بقى خلاص؟ سريعا. اتفضلي يا ليال. مفيش حد جاب الدرجة، يعني محدش وصل للمرحلة اللي هو خلاص ما عادش عايز يحسن خطه. جميل جدا يا ليال. اتفضل يا نور. أنا بحس إن أعلى حد جابوه 8. ملاحظ إن أعلى حد وصل هي درجة 8، تمام يا نور. اتفضلي يا همسة. اللي
احنا مش دي مش مشكله فرديه بس، كل الناس عندها المشكله دي، مش حد واحد بس هو اللي عنده. مش مشكله فرديه، مشكله جماعيه للفصل جدا. حلوه قوي يا هانس، اتفضل يا معاذ. ملحوظة دي جميلة جدا، وعلى فكرة ما رضيتش أقولها، وده الغرض اللي أنا عملت بسبب الاستقصاء. كنت عايز أعرف المعلمين، هو هل أنا في اللغة العربية خطه سيء وممكن يكون خطه كويس جدا في الإنجليش؟ الاستقصاء ده أوضح لي إن لو خطه في العربي كويس، خطه في الإنجليش كويس، لو خطه سيء في العربي هيبقى خطه سيء في المواد التانية. ده اللي أنا عايز أوصل له. شكرا يا عبد الرحمن، بس عشان الوقت بتاعك. معلش عشان الوقت بتاعنا بدل الوقت. ممكن تنزل رجع كريم؟ وده آخر حاجة معانا في خطوة استوعاب. استوعبت الموضوع بتاعنا؟ هل حد يقدر يلخص لي اللي احنا عملناه هنا؟ ممكن حد؟ اتفضل يا عبد الرحمن. اللي احنا عملناه ان احنا اول حاجه شفنا. لا انا عايز المشكله هي ايه؟ المشكله ان في ناس ان هي مثلا بتجيب زي 2 و3، فهو ان احنا عايزين مثلا ندعمهم، نخليهم ندعمهم. حلو قوي الصح ده. ممكن نعمل لهم مثلا شيتات، يعني نكتبها يبقى عبارات. ده حلول هنشوفها في اجل. حلول يا عبد الرحمن، جميل جدا يا عبد الرحمن. حد عايز يضيف ملحوظة تانية؟ اتفضل يا ايهاب. جميل جدا، خلاص عشان الوقت بتاعنا بعد اذنك. بعد كده هننتقل للخطوة التانية وهي ايه؟ ابحث. ابحث اسالكم فيها سؤال مهم جدا. ركزوا في السؤال ده. احنا في ابحث بنجيب حاجتين، حاجة من الاثنين، مصادر الدراسه بنشوف حاجة من الاثنين، يا بنشوف المشكلات يا بنشوف النواحي الإيجابية العائدة علينا لو احنا حسنا خطوة، واللي أنا هتبع فيها الأسلوب ده القصة دي. ما الفائدة من تحسين خطوة؟ إيه اللي هيعود عليك لو حسنت خطوة؟ كل واحد بيتكلم بيحس بنفسه كده وهو بيتكلم، أنا لو حسنت خطوة إيه اللي هيحصل؟ أنا عايز الجميع يشارك. الجميع يشارك، اتفضل يا معاذ عايزك تشارك معايا. لو أنت حسنت خطوة ممكن معلش يا معاذ عشان كده انا حاولت ابدا بيك. ممكن تقول لي يا معاذ لو حسيت خطك تعمل ايه؟ لو انت حسيت خطك في العربي هيكون حلو في جميع المواد، وايه كمان؟ ايه ممكن يحصل لك؟ هاخد درجات زياده في الامتحان. جميل جدا، هيعود عليك في درجات في الامتحان، تمام؟ جميل جدا يا معاذ، رايك رائع. عايز ما شاركش اتفضل يا عمر، عمر كل واحد يفكر. انا مش عايز اخلي حد يقول ايه اجبال، بس كل واحد يقول ايه عن فكره. اتفضل يا معلم. هو مش بيعيد عليا انا، بس انا ممكن انا بحس خطي عشان مش عشان المعلمه، عشان انا لو قايم المعلمه خلتني اقوم اقرا اعمل اي حاجه من دي افهم خطي، والمعلم برضه هيساعد المعلم بيصحح بسهوله. جميل جدا يا معلم، انت لبست حاجتين. انت قلت اولا انت هتفهم خطك لما تيجي تقرا، ثاني حاجة أنت هتريح المعلم أثناء التصحيح. جميل جدا يا معاذ. مين أنت؟ اتفضل يا عمر. ممكن يفيدنا المكتب. يفيدك المكتب إزاي يا عمر؟ مثلا يعني لو أنا شغال شغلانة ممكن الشغلانة بتاعتك تعرف. جميل جدا يا عمر، رائع الرأي ده. اتفضل يا روح. إن أنا لما أجي أذاكر الكورس أو كده أنا فاهم الخط اللي أنا كاتباه. لما بتيجي تذاكر تفهم الخط بتاعك، رائع يا روح. اتفضل يا يوسف. سعيد جدا ان انت بتفكر في مستقبلك. جميل جدا يا يوسف، رائع. اتفضل يا يوسف. انا شايف ان راي يوسف رايس. اتفضل يا ايه. مثلا لما يكتب المدارات او الكتاب، احنا مثلا بنكتب شعر عشان نفكر كده لما نيجي نعرضه. يعني انت هتستخدمي بعد. جميل جدا يا ايه. رائع، اتفضل يا ايه. ان انا لو عرفت كويس ممكن وانا بكتب اهو في البيت وادي يشوفوني ويتعلموا مني والموضوع ده. يعني كمان تاثر في غيرك. جميل جدا يا ايه. رائع يا ايه. اتفضل يا نور، انت بترفع ايه؟ ان انا اعرف اعمل عرض ولا بكتب ولا بتطور. هتعرف تعرض وانت بتقول، حلو جدا. اتفضل يا همسه. اللي احنا الخط ده بيقعد علينا بحاجات كتير قوي، ممكن مثلا المعلم يفهم خطنا
وكمان اللي احنا مثلا نجيب الدرجه النهائيه في الامتحان عشان المعلم هيفهم خطنا، وكمان هنساعد اللي احنا نذاكر وهيفيدنا في المستقبل. يعني لمسك ولمس المعلم ولمس المستقبل بتاعك كمان رائع. اتفضل يا يوسف. مسألة اللغة العربية عندنا كتابة سلبية في الكتابة السردية دي في الامتحان كلها خط أصلا، درجات دايما كلها أغلبها خط. رائع يا يوسف، الحتة دي مهمة جدا. أنا عندي وأنا بصحح فعلا الكتابة السردية، الكتابة السردية بتاعتنا بيبقى عليها درجة للخط. أنت لو خطك مش كويس أكيد هتفقد الدرجات دي، صح ولا لأ؟ تمام. اتفضل مين تاني؟ اتفضل يا عمر. المعلم لما يجي يصحح هيفهم الخط فهيقدر يدينا الدرجة. المعلم هيجي يصحح هيديك الدرجة بتاعتك. يعني انتم ملاحظين ان لو احنا حسنا خطنا هيعود علينا فوائد كتيره ولا لا؟ اه هيعود علينا؟ حد عايز يقول حاجه جديده؟ اتفضل يا كريم. وبرده انا متفق مع عمر عشان لما يجي لما يكون عندنا شغل زي المعلمين كده وحاجات كتيره جدا فعلا نكتب بخط جميل. حلو جدا. وبعدين بقول لما تيجي تروح فساعد بريد وساعد بريد يدي للناس حاجات كده بيعرفوا يقراوا. يعني ساعد بريد يعرف يقرا بالكتابه المكتوبه لو خط جميل. اه يا كريم. طب عشان الوقت بتاعنا انا على فكره انا على قد ما اقدر لا ممكن يا معلم انا عايز اقول حاجه. انا شويه عندي اداره الوقت مهمه جدا فنحافظ على اداره الوقت. احنا ممكن في وقت تاني في اجتماعنا يوتيوب او اي حصه نتكلم في الموضوع باستفاضه اكتر لو حد عنده حلول. وكمان انا هخليكم الاستماره تقدروا تكتبوا اهداف تانيه غير انتوا بتقولوا. لو حاجه كبيره خلص انا عايز اخر حاجه. اتفضل. ان الكتاب والقراءه بينما العقول. انا لو كاتب انا لو بكتب الكتابه بتخلي ذهني ان هو يبقى عارف ان هو يمسك الحاجات اصلا. جميل جدا يا معاذ وخير الختام بك يا معاذ. رائع. خلاص يا يوسف حاجه كبيره؟ طب يلا بسرعه اخر حاجه. رائع يا يوسف. انا بجد مش عايز انتقل للمرحله اللي بعدها عشان اسمعها بس بجد بجد اراك كلها ممتعه. ننتقل بعد كده لخطوه اجد. خطوه اجد بنعمل فيها ايه؟ بنجد فيها حلول المشكله بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها. ممكن نفكر لمده نص دقيقه عن الحلول قبل ما نتكلم. ايه الحل اللي ممكن من وجهه نظرك يخليك تحسن الخط بتاعك؟ جاهزين؟ اه. اتفضل يا تيم. طب هو الغرض من الكتابه كتابه كتير ولا تحسين خط؟ تحسين خط. يبقى احنا لما نكتب بخط جميل نكافئ نفسنا مش الكامل. انا ما بدورش على الكامل. انت ممكن تكتب كتير جدا لكن مش الخط يبقى كويس صح؟ يبقى احنا ايه؟ لما اكتب بخط جميل يبقى انت ايه؟ تعمل اللي انت قلت عليه. جميل جدا يا تيم. اتفضل يا ريان. عربي ويوم انجليش يوم ماث وهكذا لحد ما ايه؟ ما يحصل خطره. جميل جدا يا عمر. اتفضل مين تاني؟ اتفضل يا هندسه. احنا ممكن نكتب مثلا خط حلو في العربي والانجليش ده هيساعدنا ان احنا كل المواد. جميل جدا يا هندسه لكن انا عايز انت هتعمل ايه عشان يبقى خطك حلو؟ اللي احنا اكتب كل 10 دقائق مثلا او 5 دقائق من الحصه اكتب مثلا بخط حلو او مثلا المعلم كتب حاجه على السبوره وعايزني انقلها اكتبها بخط حلو. عارفه انت عارفه ده هيجي امتى؟ ده السؤال ده شفت السؤال ده؟ اللي هو بيقول ايه؟ هل تجعل تحسين خطك هدفك اثناء الكتابه؟ انت لو خليت تحسين الخط هدف لك هتعمل اللي انت بتقول عليه. يبقى انت تجعل الكتابه وانت تكتب ايه؟ هدف لك. جميل جدا يا همسه. اتفضل يا عبد الرحمن. ان احنا مثلا لما يعني نيجي نعمل مثلا واحنا مثلا يعني احنا مش ولاء
بنكتبها بنروح بنحفظها. ممكن احنا نحفظها دي واحنا مثلا بنحفظ عشان في ناس بتقعد تكتب كتير وهي بتحفظ، تكتب تحاول تكتب يعني على ما هي، وفي الاخر تبقى تخلي الورقه او الكراسه اللي انت ذاكرت فيها جنبك حال ما تخلص مذاكره خالص، وكده تشوف الكتاب او الكراسه اللي انت ذاكرت فيه وتقيم بقى نفسك. يعني انت يعني النهارده مثلا كتبت خط اللي هو مثلا متوسط زي التقييم التشخيصي اللي الكتاب الذاتي زي اللي عليك يا عبد الرحمن. الله عليك بجد. ده هو قال لي اولا ان احنا نستغل فرص المذاكره لتحسين الخط، ادي اول حاجه. تاني حاجه اتكلم على تقييم الذات. احنا عندنا عارفين التقييم التشخيصي، عندنا لما بنيجي نعمل الكتابه السلبيه احنا بنقيم ذاتنا، صح؟ انت هتقيم ذاتك، بيقول ارجع للكتابه بتاعتك اشوف هل انا كتبت خط كويس ولا لا. رائع جدا يا عبد الرحمن، رائع. اتفضل يا كريم. بص انت بتتمرن على الخط عشان تحسن خطك، وبرده لما تيجي تذاكر انت بتحسن خطك وانت بتتمرن. يعني انت اثناء المذاكره هتمرن نفسك. جميل جدا يا كريم. عشان لما يجي ناس بيفهموا خطي بيعرفوا خطي يا معلمين. جميل جدا يا كريم، رائع يا كريم. اتفضل يا يوسف. لا ان انا ممكن ابقى اعمل مثلا زي حاجه كده ورقه اكتب فيها كل يوم في الشهر، وتكون ورقه زي جدول كده. ايوه. وبعدين ارجع ابص لكل اكتب كل المواد المواد بتاعتنا اللي انت هتكتب فيها بالخطوط. وهتتابع يعني هتعمل شيك يعني على لو انت حسيت خطك. ممكن تكون الورقه دي بتطبقها واخدها معايا مثلا احطها في جيبي تيجي معايا من المدرسه. حلو قوي. يعني هو كمان مش هيكتفي كده، هتبقى معاه على طول. ثواني بس، عايز اشيل الوقت بتاعنا معلش، لان في لسه لو حاجه جديده خالص، لو فكره جديده. اتفضل. حاضر. اتفضل يا استاذ سريع. ممكن في البيت نبقى نتفرج على فيديوهات تجيب طرق نكتب بيها خط، يعني مثلا لما نيجي نكتب مثلا اي حرف يعلمنا ازاي نكتب بطريقه صحيحه عشان نبقى خطنا حلو. رائع رائع. ان انت تشتغل على نفسك، ان انت تنمي مهاراتك ذاتيا. بيقول اشغل فيديو واشوف ازاي نقدر نحسن خطنا. بس حاجه جديده يا يوسف، بس بسرعه. بتدير ذاتك، وبعد كده انت بتخلي حد يحكم على على الخط بتاعك ومدى التطور بتاعك. معلش عشان الوقت بتاعك، انا اسف. لو في حاجه دي اخر حاجه عشان خاطر، طب ممكن اسمعكم في حصه ثانيه عشان الوقت، خلاص؟ عشان الوقت بتاعك. اخر حاجه في اجل هنا، انا مش هنتهي على كده. انا عامل لكم برضه انت جميل جدا، ممكن بس تبص عليه. كيف نحسن خطوطنا؟ ده بقى التوجيه اللي من المعلم. بصوا معايا يا كريم بعد اذنك. كل بص معايا. اول حاجه عند الكتابه يجب مراعاه النقطه اللي انا هتكلم عنها، الالتزام بالسطر، سواء في اللغه العربيه او في اللغه الانجليزيه. ده اول حاجه. ملاحظين هنا كتابات باللغه العربيه وهنا بالانجليش. ايه الصح فيه؟ اليمين ولا اليسار؟ اتفضل يا ليال. اليمين هنا ملتزم بالسطر، هنا في حرف نازل عن السطر، هنا ملتزم شويه بالسطر، هنا مش ملتزم. شوفوا هنا بقى كده. يبقى أول حاجة معانا الالتزام بالسطر. لو أنت التزمت بالسطر بالتأكيد خطك هيتحسن. تاني حاجة تناسب حجم الحروف. يعني إيه تناسب حجم الحروف؟ يعني ما يبقاش حرف صغير جنب حرف كبير، لازم حجم الحروف جنب بعض يكون قد بعض. هنا في أيضا هنا كلمة وهنا كلمة، وهنا بالإنجلش. أنا جاي بالإنجلش والعربي علشان الغرض بتاعي مش اللغة العربية فقط. خطنا في العربي وخطنا في اللغة الإنجليزية. هنا اللي صح؟ أكيد. اتفضل يا تين. العيمين هي اللي صح. طيب المسافة بين الحروف متساوية، يعني ما تجيش مثلا تكتب حرف وتسيب مسافة وتقوم عاملة حرف اللام، لا لازم المسافة بين كل حرف تكون قد بعض. وكمان وأنا بتكلم مع ميس ولاء، لأن ميس ولاء هي اللي كاتبة لي الإنجليش، قالت لي كمان المسافة ما بين الكلمات، أنت ممكن ما تسيبش المسافة بين الكلمات فبتضطر إن هي تبقى كلمة واحدة، وده خطأ كنا بنوع فيه. يبقى احنا اول حاجه التزام بالسطر، ثاني حاجه حجم الحروف، ثالث
ما بين ايه؟ دول اهم ثلاث قواعد علشان نبدا فعلا نحسن الخط بتاعنا. بصوا معايا، اخر حاجه، كيف ننمي مهارات تحسين الخطوط؟ انا متاكد ان بعض الافكار بتاعتكم هتبقى كده. اول حاجه الالتزام بقواعد الكتاب. قواعد الكتاب يعني ايه قواعد الكتابه؟ اول حاجه مثلا اما بكتب من اليمين اتجاه الصحيح للحرف، كل دي من قواعد ايه؟ الكتابه. القواعد اللي انا اتكلمت عليها من شويه اللي هم ثلاث قواعد هي من قواعد الكتابه. تاني حاجه استخدام اقلام مناسبه ومراحل الايه؟ ما تلاقيش واحد ماسك قلم رصاص قد كده ويقول اصل انا خطه مش كويس. لا، انت اللي ما وفرتش لنفسك اداه تحسن بيها ايه؟ خطك. ثالث حاجه التأني عند الكتابه. بس مش معنى التأني عند الكتابه انك تيجي تكتب المعلم عايز يكتب منك كم معين تقعد تقول لا انا بكتب بقى براحتي وعشان خطي يبقى كويس. لا، تتأنى ومع السرعه في نفس الوقت. تمام؟ تخصيص وقت يومي للكتابه لكل واحد فيكم. خصص وقت، انتوا قلتوا الافكار دي ولا لا؟ تخصيص وقت يومي للكتابه، يبقى كل واحد انتوا قلتوا الافكار دي. محاكاه نماذج الخطوط، عارفين كراسه الخطوط؟ عارفين النماذج اللي موجوده فيها؟ لو احنا حكيناها كل يوم هتلم خطك اكيد. اخر حاجه التقييم الذاتي للكتابه زي ما عبد الرحمن شرحها. دي بننتهي مع مرحله اجد، واحنا لسه معانا اخر حاجه مرحله اقرر. ان شاء الله مش هتاخد منها دقيقتين وتكون الوقت اللي بالظبط هو الغلط. في مرحله اقرر استمرت الهدف الفردي اللي انا عرضت عليكم في البدايه. هشرح عليكم الاستماره بسرعه. اول صفحه اسمها مناقشه، ممكن ترفعها على الشاشه هي موجوده. وبعدين زي ما احنا متعودين كل يوم انت هتقيم نفسك. خلال الاسبوع انا عامل تقييم، لو انت قيمت نفسك وكنت راضي عن نفسك عندك دايره كبيره تقدر تلونها. في تعليق ولي الامر وفي تعليق المعلم. هنا بقى جايب لك حاجه تكون قدام عينيك على طول. شايفين الباور بوينت اللي انا عرضته عليكم؟ انا كاتبه لك هنا. عشان كل لما تيجي تعمل الهدف بتاعك تسترجع المعلومات اللي احنا قلناها. ما يجي مراعاته اثناء الخط كاتبها لك. كاتب لك اخر حاجه هنا اكتب بعض الاهداف المستقبليه اللي بتمكنك من تحسين خطك. يعني انت هتاخد هدف فرد ليك صح؟ خلال اسبوع هتتابعه. مش تكتفي به. اكتب قائمة بالاهداف اللي انت هتعملها بعد ايه؟ بعد كده. الرياضة اليومية فين؟ بسرعة تعالى. وسع على زمايلنا ونكتب الاهداف الاول قبل الاسم علشان هنسمع بعض الاهداف منكم. اسرع. نكتب الهدف الاول عشان عايز اسمع بعض الاهداف منكم. اسرع اسرع عشان الوقت بتاعنا. تمام؟ هسمع بعض الاهداف الفرديه وهسيب لكم دقيقتين في نهايه المناقشه اللي عايز يزاولوا الحال. ممكن اسمع بعض الاهداف الفرديه منكم؟ اتفضل يا يوسف. احدد وقت للتمرين على تحسين الخط. هتحدد وقت ايه؟ بس يكون ايه؟ يومي ولا وقت ايه؟ يومي. وقت يومي لان الاستماره بتاعتنا بنتابعها كل يوم. جميل جدا يا يوسف. اتفضل عبد الرحمن. انا هخلي ادخل خطي هدفين بس. يعني انت على طول خلي الهدف الخط بتاعك هدف حلو قوي. اتفضل يا نور. هتصمم جدول تحسين خط. انا هسمع ارائكم وهسمع القرارات بتاعتكم في اجتماع نهايه اليوم. خلاص؟ اولا انا الوقت بتاعي انتهى بالظبط، وانا حابب اشكركم جدا على المناقشه الرائعه دي اللي حي بعض حياه كبيره.